أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. أنسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكومة في ناقصة إلا أتممتها. هذه فقرة أخرى من هذا الدعاء الشريف للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إلهي لا تترك علي خصلة صفة، هذه الخصلة هذه الصفة توجب أن أعاب من أجلها لأجلها. لا تدع خصلة تعاب مني، أية خصلة إلهي أنا أعاب منها؟ تلك الخصلة أنت أصلحها، أن تتولى إصلاح تلك الخصلة مني. تعاب يعني توجب العيب على الإنسان، توجب النقص للإنسان. هذا العيب هذا النقص الإنسان قد تكون فيه خصلة لا يعلم وجود هذه الخصلة فيه، وقد يعلم، وقد تكون فيه خصلة لا يعلم أنها توجب العيب عليه، تنقصه هذه الخصلة، قد يعلم وقد لا يعلم. قد يكون الإنسان متصفا بخصلة تعاب تلك الخصلة عليه، ولكنه قاصر معذور، جهل عند الجهل عيب، يعاب الإنسان على جهله، ولكن قد يكون جهله عن قصور، ما كان يقدر يتعلم، ما يقدر يعلم، وقد يكون عن تقصير. هاي كلمة تعاب تجمع كل هذه الأنواع. الخصلة التي توجب العيب على الإنسان، توجب النقص للإنسان. لا تدع خصلة
تعاب مني. هسه هاي مني الظرف الجار والمجرور، اما متعلق بخصلة او متعلق بتعاب، والأقربية الى تعاب تستوجب ان يكون هذا الظرف متعلقا بتعاب. خصلة مني تعاب، او خصلة تلك الخصلة تعاب مني، من النشوية يعني نشوها مني، حصول تلك الخصلة في، صدور تلك الخصلة عني. الإنسان لا يعاب فقط على التقصير، قد يعاب على القصور. لا يعاب فقط على علمه بما يوجب العيب له، قد يعاب على شيء وهو يجهله أيضا، يجهل أصل ذلك الشيء أحيانا، أحيانا لا يجهل ذلك الشيء شيء، أما يجهل أن هذا الشيء موجب للعيب. هذا نقص للإنسان. قد يكون العلم أكو، قد يكون ماكو، قد يكون بالنسبة للصفة، قد يكون بالنسبة للعيب، قد يكون مع القصور، قد يكون مع التقصير. نتيجة إلهي، أية خصلة متوفرة في، موجودة في، أنا متحل، أنا متلبس بتلك الخصلة، وهذه الخصلة توجب العيب علي. إلهي أن تتولى إصلاح هذه الخصلة، إلهي أنا ما أقدر، بدون الاستعانة بك ما أقدر، أنت الذي تتولى إصلاح هذا، إلا أصلحتها. نفي واستثناء من ألفاظ العموم، يعني إلهي ولا خصلة واحدة توجب العيب علي لا تخليها موجودة عندي، أنت أصلح تلك الخصال. هسه هذا العيب عيب شرعي أو عيب غير شرعي؟ العيب الشرعي الحرام والمكروه، الإنسان اللي سيء الخلق هذا عيب شرعي، هاي خصلة تعاب منه شرعا. الإنسان العجول اللي ما عنده صبر، مو صبور، هاي خصلة يعاب شرعا عليها. الإنسان الجشع خصلة يعاب شرعا عليها. الإنسان المتكاسل مو نشيط خصلة الشرع يعيب هذه الخصلة على الإنسان. ولكن هناك خصال ما فيها عيب شرعي ولكن فيها عيب اجتماعي، نفس مادة العيب اللي في دعاء الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام، هنا أكو تعاب مني، نفس المادة واردة في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في باب العدالة. من هو الرجل العادل؟ العدالة ما هي؟ ومن العادل؟ العادل اللي تجوز الصلاة خلفه ويجوز تقليده بشرط العدالة إن كان مجتهدا مطلقا جامعا لبقية الشرائط أيضا، ويصح أن يكون شاهدا في الطلاة وإلى آخره. في صحيحة عبد الله بن أبي يعفور أكو
الإمام عليه السلام يفسر العدالة، يقول أن يكون ساترا لعيوبه، تعابه لعيوبه. الفقهاء هناك يقولون، الكثير من الفقهاء، ولعل المشهور نسب إلى الشهرة أيضا، يقولون مو فقط ساتر للعيوب الشرعية، حتى العيوب الاجتماعية، حتى العيوب العرفية. ولذا يقولون في تفسير العدالة أن العدالة انطلاقا من هذه الصحيحة وأمثالها من الروايات، العدالة هي أن يكون الإنسان تاركا للمحرمات ولمنافيات المروة. هذا منين طلع منافيات المروة؟ طلع منا ساترا لعيوبه أو لجميع عيوبه. هسه العيب مو فقط العيوب الشرعية، الشارع اعتنى بالعيوب الاجتماعية، يعني العيوب الاجتماعية التي توجب منقصة للإنسان في الاجتماع، الشارع رفضها. حتى أنه في الروايات أكو الفقهاء يقولون في كتاب الصلاة في باب لباس المصلي يذكرون هذه المسألة، وفي الوسائل رواياتها في باب لباس المصلي ذاكرها، في الشرائع في باب لباس المصلي، وفي الكتب الفقهية عادة بمناسبة لباس المصلي يذكرون هذه المسألة العامة من أول الفقه إلى آخر الفقه، مو خاصة بلباس المصلي ولا بالصلاة فقط ولا بالعبادات فقط، مسألة لباس الشهرة. يعني الإنسان يلبس فد اللباس، هذا اللباس يشهره بالعيب عند الناس. هذا جماعة من الفقهاء قالوا مكروه، وجماعة آخرون، جماعة عظيمة من الفقهاء قالوا حرام هذا، مع أنه في نفسه ما له حرمة شرعية خاصة. أما لأنه إذا الإنسان لبس هذا اللباس ويطلع بالشارع ويطلع بالمسجد ويروح للحسينية ويروح بالحضرة ويروح بالدرس ويروح بالمجلس، يوجب التنقيص منه، يوجب العيب عليه لباس الشهرة. بمناسبة لباس الشهرة الفقهاء يذكرون تبعا لروايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن كل شهرة هكذا، حتى أن جمهر عظيم من الفقهاء يقولون المستحبات إذا صارت بمنزلة، هاي مسألة فقهية في محلها محل بحث طويل، إذا مستحب صار بالنسبة إلى شخص موجبا للسخرية، السخرية المستحب مقدم أو السخرية مقدم، أحكام الله لا تتغير بسخرية الناس، الواجبات والمحرمات لا تتغير، أما المستحبات الذين قالوا بأن الشهرة حرام، لباس الشهرة حرام، كل اتصاف بصفة يشهر الإنسان بما يعاب عليه اجتماعيا حرام، إذا اجتمع الحرام والمستحب هل يبقى استحباب؟ لا شك هنا إلزام أكو، ما يبقى استحباب. صاحب الجواهر، صاحب الحدائق، آخرون، جمهرة من الأعاظم يقولون ما يجوز هذا المستحب، هنا ما يجوز. روايات أكو منها الشهرة كلها في النار، مو لباس الشهرة فقط، عموم إله. هذا ليش؟ لأن هناك عيوب بما هي ليست عيوب شرعية أما عيوب اجتماعية.
اللهم لا تدع خصلة تعاب، مو خصلة تعيبها. ما يقول إلهي عندك هذا عيب، عندك نقص، مو فقط هذا، مو فقط عند أهل البيت عليهم السلام عيب، خصلة أنا أعاب عليها. فعل المجهول له سعة من ناحية الفاعل، الفعل هو مو مجهول، الفاعل مجهول يعني مو معين. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. نحن مع احترامي لكم فردا فردا، أحيانا الإنسان والعياذ بالله عنده متواجد فيه بعض الخصال اللي يعاب عليه شرعا. إلهي أصلح تلك الخصال. قد يكون عنده خصال لا يعاب عليها شرعا، ولكن يعاب عليها اجتماعيا، يعاب عليها عرفا. إلهي أيضا أنت تولى إصلاح تلك الخصال. قد يكون خصال في الإنسان ويعاب عليها إما شرعا أو عرفا، بس هو مو منتبه، مو ملتفت. جهل المركب شنو؟ وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف. أحيانا الإنسان والعياذ بالله يفتح عينه بعد 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، يشوف كان متلبس بخصلة عشرات السنوات وهاي مو مناسبة، مو زينة. رحم الله من أهدى إلي هواي عظيمة، هذه عيوبي. لا شك أن هذا من الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام مجاز، قرينة العصمة تجعل هذا مجازا قطعا. أما بالنسبة لنا هذه حقائق. الإنسان إذا ما صار لين لا تهدى عيوبه إليه. الإنسان إذا صار لين وكل واحد يتشجع يحكي وياه، نعم ناس هم يأذوا لأجل لينه، بس يسوى في قبال أنه تظهر له خصاله التي مو مناسبة، مو مناسبة شرعا أو حتى عرفا، بلحظة الشهرة كلها في النار وتهدى إليه. فكيف والعياذ بالله الإنسان إذا فتح عينه في الآخرة على مجموعة من العيوب، حتى لو قصور، حتى لو معذور. شنو القصور والعذر؟ يرفع الحسرة، يرفع النقص، يرفع الحرمان. واحد كان يريد يسافر مثلا، قال له الطائرة ساعة 9 تقلع، هذا تصور 9 بعد الظهر، كل شغل هم كان عنده صباح قاعد بطال، ينتظر يصير ظهر، بعد الظهر يروح للمطار ساعة 9، بعد الظهر راح، تبين أنه 9 صباح. هذا فرق أكو معذور يوم معذور، الطائرة راحت. وأحيان فاتت فد مسألة مهمة، لأن بعد ما يلحق على تلك المسألة وتترتب عليها مسائل. ليش؟ الذي ذكر له ما ذكر للنساء، يقول له 9 صبح هذه، هذا الإقلاع. حسرة أكو يولا، حرمان أكو يولا، الآخرة هم نفس الشيء. أكو حديث
بالإمام المعصوم الحي الإنسان يصلح عيوبه. حديث أحد أحفاد سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، اسمه علي بن محمد، علي بن محمد مدري ابن حمزة ابن الحسين ابن عبد الله لعله ابن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، هذا من ثقات أصحاب الإمام العسكري صلوات الله عليه. الفضل بن شاذان من أعاظم علماء الشيعة وأعاظم المحدثين الثقات، هذا يروي عن علي بن محمد هذا الثقة الثبت عن الإمام أبي محمد العسكري عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية رواية مطولة، جزء منها هذا: الإمام عليه السلام قال له، قال لعلي بن محمد لمحمد بن علي: قد ولد ولي الله. الإمام العسكري عليه السلام يقول: قد ولد ولي الله وحجته على عباده، وحجته على عباده. على هذا يمكن أن يكون بمعنيين، ويمكن أن يكون بالمعنى الجامع لكليهما، مو هذا دون ذاك أو ذاك دون هذا، على باعتبار أنه إذا قصر العباد يكون هذا حجة عليه في التقصير، أو على للارتفاع باعتبار أنه حجة لهم وعليهم، هذا المقام سمو هذا المقام ارتفاع هذا المقام استوجب التعدي بعلى، وحجته قد ولد ولي الله وحجته على عباده وخليفته، يعني خليفة الله، وخليفته من بعدي مختونا ليلة النصف من شعبان. كان أحد كبار فقهاء الشيعة ومراجع التقليد في أوائل القرن السابق، الشيخ محمد طه نجف، هذا كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري والمجدد الشيرازي وآخرين أيضا رضوان الله عليهم جميعا. هذول مجموعة كانوا من تلاميذ المجدد، بعده صاروا مراجع للتقليد، واحد منهم هذا الشيخ الجليل. بعض كتبوا أنه ما دام كان هذا الشيخ موجودا كانت المرجعية إلى بعد وفاته، المرجعية انتقلت إلى المرحوم الأخوند الخراساني رحمة الله عليه، مع أن كليهما من تلاميذ الشيخ الأنصاري والمجدد ومراجع والفقهاء اللي كانوا في تلك الطبقة. هذا الشيخ في أواخر عمره صار مكفوف بصير، فقد بصره، وكان مرجع تقليد مهم. عند قصة مفصلة أنا قسم منها أذكرها، أذكر قسم من هذه القصة. يقول: أنا فد مرة بدر إلى ذهني، في هذه القصص الإنسان هم يلاحظ نفسه معه، يعني يتفاعل مع هؤلاء الأعاظم مع قصصهم،
يعني يفكر هو شنو، هو هم هالشكل مو هالشكل. يقول في أواخر عمري وهو في وقت مرجع تقليد للفتوى والحل والفاصل وأخذ الأموال وإعطاء الأموال ونصب القيم، نصب المتولي، نصب الكذا، يعني ممارسة الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعائلية والنفسية وإلى آخره. يقول فد مرة بدر إلى ذهني هذه الأعمال اللي أنا أسويها، أخذ فلوس أنطي، يستفتوني أفتي، يتقاضون عندي أقضي لهم، يقول هذا البيت هذا، هذا الملك هذا، هذا مسجد هذا مو مسجد، هذا وقف هذا مو وقف، أنصب متولي، أنصب قيم، أنصب كذا. هذه الأعمال حسب الموازين التي بيدنا من الشارع أنا محتاط بها وصحيحة هذه. ليكون بعد الموت في الآخرة ينكشف عندي بطلان بعض هذه الأمور. إذا انكشف لي بطلان بعض هذه الأمور، ولو أنا قاصر مو مقصر، ولو أنا معذور، لأنه ما كان يمكنني من الجهد أفرغته في سبيل الوصول إلى وظيفتي تكليفي. أما مع ذلك إذا انكشف لي أنا مال زيد أعطيته لعمر، هذا مكان وقف واقعا حكمت بأنه ملك، مكان ملك حرمت أصحابه منه حكمت بأنه وقف حسب الموازين، هذا حسرتي هواية راح تكون طويلة. إيش أسوي أتخلص من هاي المشكلة؟ شنو؟ مشكلة القصور مو التقصير. يقول أنا مو مقصر مع نفسي، أما أنا أخاف من الجهل المركب، أنا أخاف من الجهل البسيط اللي مو ملتفت إليه، إيش أسوي؟ يقول فكرت ويا من أطرح هاي القصة، هسه إحنا أهل العلم، أنتم علماء وخطباء، ويا من أطرح هذه القصة. فكرت أكو مراجع، أكو علماء، هناك مجتهدون، عدول، أتقياء، زهاد، عباد في النجف الأشرف، جمهرة أكو، ولكن شفت ويا أي واحد أطرح قضيتي ما راح يشفي غليلي، لأن هو هم مثلي يعرف هاي الأدلة اللي بأيدينا، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، اللي أنا هم أعرفها ذولاك هم يعرفوها، لو أسألهم لا يزيدوني شيء عما أنا أعلم عما أنا أعرف، إيش أسوي؟ قلت خل أتوسل بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا القصور ماله، هذا القصور ماله، هذا اللي الإنسان بكل صورة ما التفت إليه، هذا اللي كان جهل مركب دامس دامس. يقول رحت وسلت بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، أنا ألخص قصته المفصلة، أنا أنقل هذه القصة عن نفس المرحوم الشيخ بواسطتين فقط، يعني أنا أنقل عن واحد، ذاك ينقل عن شخص آخر، ذاك هو اللي ينقلها مباشرة عن الشيخ. يقول توسلت بأمير المؤمنين صلوات الله عليه، فد مدة ما شفت نتيجة، أشوف فد واحد ينبهني على شيء، ألتفت إلى شيء، يحصل لي علم، يحصل عندي نور، أفتهم أن هاي أعمالي صحيحة مو صحيحة، أمضي عليها ما أمضي عليها، من الناحية حسب الموازين الشرعية اللي بأيدينا أنا صحيح دا أعمل وأحتاط وأدقق،
وتوسلت مرة أخرى بأمير المؤمنين صلوات الله عليه في الحرم الشريف، ومرة ثالثة، ومرة رابعة، ومرة عاشرة، وفي المرة 20، وفي المرة 50، وفي المرة 100، ماكو نتيجة. يقول فكرت أنه هناك أحيانا أكو مصالح إحنا ما نعرفها، التأخير في الإجابة، بس أنا وظيفتي أنا أكلم واصل أستمر. واستمررت، كلما ذهبت إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه طلبت منه هذه الحاجة. يوم من الأيام كنت في حرم أمير المؤمنين عليه السلام عند الضريح المطهر المقدس وتوسلت، قلت يا أمير المؤمنين أنا ما طالب منكم فلوس، لأن أنا متعلم من رواياتكم وروايات أبنائكم ورسول الله وفاطمة الزهراء صلوات الله عليكم أجمعين، متعلم أنه اللي يريد فلوس لازم يطلب الفلوس من مظانه، يروح يكتسب، يروح يتاجر. أنا أعرف جواب هذا السؤال، ولذا ما طالب منكم فلوس ولا طالب منكم علم، علم ظاهر، علم ظاهري. خود قلوا لي أدري الجواب، ما أطلب، لأن أدري جوابكم أنه روح اتعلم، روح اتعب ودروس، اقرأ احفظ حتى تصير عالم. مو مريض جايكم في علاج حتى تقولوا لي خو اذهب إلى الطبيب. قال الله تعالى لموسى كما في الحديث الشريف، الحديث القدسي الشريف، روح إلى الطبيب. يا أمير المؤمنين أنا عندي حاجة ما حد يعرفها، ما حد يعرف يقضيها إلي إلا أنتم أهل البيت. هاي صار لي، أنا أفنيت عمري على أعتابكم وفي أحاديثكم، وثلاث سنين حاجة ما إلي شارة فيها إلا أنتم، وما كنت جاي. يقول هواية انفعلت، هواية انفعلت، حتى أصابني حمى شديدة من الانفعال، ورحت للبيت ما قدرت أتغدى، ما قدرت أتعشى، صدق صرت مريض. إيش أسوي؟ أفكر في نفسي إذا متت على هاي الحال شي يصير عندي. يقول بعد هذا التضرع أحيانا التأخير، أحيانا لكي تحصل عند الإنسان هذه الحالة، هاي الحالة تخليه في مستوى الإجابة. ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك. تضرع يريد، تضرع لازم من القلب ينمو، مو فقط في اللسان يكون. الإنسان لازم يحس، كثيرا ما الإنسان ما يحس، يدعو ويفهم معنى الدعاء، ربما هو هم أديب بليغ فصيح جيدا يعرف نكات الدعاء، أما مؤمن قلبه ده يطلع يفهم المعنى. فهم المعنى شيء، والاستكانة شيء، والتضرع شيء، وإحساس شدة الاحتياج شيء. يقول بعد 3 سنوات وبعد هذا التأثر الشديد مني، في نفس الليلة رأيت أمير المؤمنين صلوات الله عليه فيما يرى الرائي، فقال لي حاجتك يم ابن المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قعدت مع ما عندنا من الأدلة، شفت إيه محلها، لأن هذا هو إمامنا الحي الموجود، لازم أتوسل. وأصبحت أتوسل بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بأنواع التوسل، كتابة عريضة، زيارة،
صلاة حاجة وتوسل بالإمام عليه الصلاة والسلام. ما مضى علي 3 أيام هو كان مكفوف في ذلك الوقت، حضر عندي شخص لم أرى شخصه، لم أرى جسمه بدنه لأنه مكفوف، ولكن من القرائن بعد ذلك بعدما راح عني علمت أنه هو الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه. سأل مني أسئلة وأنا أجبت أجوبة، في نفس الوقت ما التفتت، بعدين علمت، قال لي أنت مرضي عندنا ورضاه. هذا القصور هالشكل يسوي، مو التقصير. فقيه عادل متقي مرجع تقليد، هذا إذا يكون الشيء عنده قصور عنده مو تقصير، إذا يكون الشيء عنده جهل مركب عنده هذا معذور. ولكن المعذور يعطى من الدرجات ما يعطى البصير العارف المطيع الممتثل. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني. ايش مدري ايش قد خصال اكو فينا نعاب عليها حتى ما نعرفها. سوى العياذ بالله، الانسان يعرف الخصلة اللي يعاب عليها وما يتصدى لاصلاحها، هذا خو ان شاء الله نادر في المؤمنين. ايش مدري ايش قد اكو خصال، هذه الخصال التي تسف بنا تنزلنا، ما نصلح ان نرتفع الى القرب من الامام صلوات الله وسلامه عليه، الى ان نتلقى جواب الامام صلوات الله وسلامه عليه حتى بعد 3 سنوات. الآية هاي الخصال أحيانا وكثيرا في أمثالي أنا ما أعرفها وما أعرف أنها عيب. الآية أنت تعرفها وتعرف أي خصلة عيب، أنت أصلحها. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني، لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. هذا الدعاء نحن تعلمنا من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، هكذا ندعو نعرف هذه الألفاظ، نعرف معنى هذا الدعاء، هذه الجملة. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. والله متى يستجيب؟ يوم يستجيب. أنتم علماء أهل العلم أهل الوعظ، شايفين أحاديث شايفين روايات، شنو شرائط إجابة الله؟ هاي مرتبطة بشرائط دعائي أنا وأنت ودعاؤكم أنتم. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها. متى الله يستجيب هذا الدعاء؟ متى يصلح تلك الخصال التي تعاب مني؟ شو وقت؟ عندما تتوفر في شروط الإجابة، أكون في مستوى الإجابة، أكون لائق للإجابة.
المرحوم السيد ابن طاووس رضوان الله عليه. أنا في البحار شايف علامة المجلسي ينقل عن السيد ابن طاووس ذاكر شروط 16، واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، شروط 16 لإجابة الله. إذا هذه الشروط مو متوفرة مو مجتمعة، هذا الإنسان لا يستحق الإجابة، مو في مستوى الإجابة، مو في مستوى الإجابة. واحد يجي عندكم فقير ما عنده خبز ما عنده يأكل، صدق تدرون خبز ما عنده يأكل وجائع، ويطلب منكم فلوس، بس تدرون إذا أعطيتوا هذا الفلوس هذا يروح يصير سبب لموته. واحد يريد يبوق منه هذا الفلوس ما ينطي يقتله، تعطوا فلوس؟ ومو في مستوى أن تقولوا له هذه القصة هذا الخبر، وربما إذا تقولوا له ما يصدق، ربما يصدق بس مو صالح أن يعرف، لأن يروح يقتل ذاك قصاص بدون جناية يسوي، مو صالح تقولوا له. أنا وأنتم على ضعفنا، نحن في قوتنا ضعفاء، فكيف في ضعفنا ونحن ضعفاء؟ مسكين ابن آدم، احنا كل واحد من عندنا مو ابن آدم؟ هذا المفهوم مسكين، هذا المفهوم مسكين ابن آدم في كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا بحاجة إلى أن الإنسان هو يعمل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يكسب رضا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، والممتثلين لأوامره. أوامر صاحب الزمان صلوات الله عليه شنو؟ هذا الدعاء مو فقط في وقت الظهور، وفقنا الله وإياكم لذلك. أوامر صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه أوامر آبائه الطاهرين، أوامر المعصومين كلان، أوامر الله سبحانه وتعالى. هذول ما عندهم شيء غير أوامر الله. ندعو الله أن يفيض علينا رضاه، رضا صاحب الأمر صلوات الله عليه. شلون يرضى عنا؟ شنو أوامر؟ أوامر أوامر الله، طاعة الله، معرفة أنه ما هو واجبنا وتطبيق هذا الواجب على حياتنا. ذاك اليوم قبل أيام واحد يسألني، واحد من المؤمنين عنده مشكلة ويا واحد آخر من المؤمنين، الشيطان لعب بينهما ملعبة طويلة، وهو يسألني يقول لي أنا أدري هذا حرام أنا دا أسوي، بس شلون أتخلص منه؟ ما أقدر ما أقدر، يعني الشيطان ما يخليني. يقول أنا أذلل نفسي، هو دا يقول أدري هذا حرام دا أسوي، يعني أذلل نفسي. الذل لله مو للإنسان الآخر، الطاعة لله. الإنسان يعرف شنو واجبه، ثم إذا عرف شنو واجبه يطبقه، صعب أو سهل.
الصبر عن المعصية شنو معنى؟ يعني سهل؟ صعب. أحيانا كلش صعب. الصبر على الطاعة شي سهل؟ صعب جدا. أما بدون هذا الصبر، هذا الأنواع، هذه الأنواع من الصبر، ما يحصل رضا صاحب الزمان صلوات الله عليه. استجابة الدعاء ماكو، نعوذ بالله من ذلك. تعلمون متواتر الروايات أكو في مختلف الموارد. رواية أمير المؤمنين صلوات الله عليه في الاستغفار، الإنسان ما له شارة، لازم يخلي يومية إلفت فرصة لمحاسبة نفسه، لمحاسبة نفسه، وإلا ما يقدر، وإلا والعياذ بالله عن القصور يتعدى إلى التقصير وما يقدر يصبح، ما يقدر، تفوته واحد، تفوته لحسن ظنه بنفسه، واحد تفوته لكثرة مشاغله، مشاغل أعمال عنده ما يلحق، الشيطان هم ينسيه، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. هاي بس بالسمكة وقصة الخضر على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، لا، هاي شغلة الشيطان، هاي ينسي الإنسان معصيته حتى لا يتوب لا يستغفر، ينسي الإنسان طاعة الله حتى لا يطيع. شلون الإنسان يقدر يقاوم؟ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بقية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام في الرواية المستفيضة عن عدد منهم موجودة في الكافي، باب خاص في الكافي أكو إليه، باب محاسبة النفس، ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، كل يوم. أمير المؤمنين يقول، الإمام الكاظم يقول عن بقية الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ببالي أيضا أكو هذا النص، حتى الله يصلح يستجيب من الأعماق، يقول الإنسان يرفع الحواجز والحواجب من أطرافه من حوله. في الحديث الشريف أكو ناس يقرؤون القرآن لا تجاوزوا، يعني لا تتجاوز تراقيهم، ترقوا وين؟ حتى إذا بلغت التراق، هنا هنا هذان العظمان المكتنفان بالحلقوم، الصوت من اللسان يطلع بس القراءة حتى لللسان ما يوصل، يعني واقع القرآن ما يوصل حتى لللسان، بس لهنا هذا حد، وين يروح يصعد حتى الله يولي عنايته، يولي فضله، يولي إحسانه. هذا قسم، وقسم والعياذ بالله رب تال للقرآن، نعوذ بالله، هذا رب منو هذول؟ هذول في نفس البشر، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. ليش القرآن يلعنه؟ إذا حرام يلف ما يلاحظ. قال الإمام عليه الصلاة والسلام وأغمضت في مطلبه، فلوس غمضت وأخذت، يعني شفت حرام ما درت به، شفت ما يجوز لي ما درت بال، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. يقرأ القرآن، القرآن يلعنه، والعياذ بالله. هذا منو؟ هذول كفار، كفار هم يقرون القرآن، هذول عباد الأصنام، عباد الأصنام يقرون القرآن، الملحدون هذول ما يقرون القرآن،
رب تال للقرآن. هاي رب للتقليل وللتكثير، بعد أنتوا أهل الأدب وأهل الفضل. هذا بحاجة إلى إصلاح، حتى الإمام عليه الصلاة والسلام يرضى عنا. علمان من أعاظم علمائنا أيضا، المرزا حسين الخليلي، مرزا حسين مرزا خليل، من مراجع التقليد، والسيد إسماعيل الصدر الكبير، هذول صديقان يتباحثون مع بعض في سابراء أيام السيد المجدد رحمة الله عليه. أيضا في قصة مطولة نقلت لي عنهما، السيد الصادر بات ليلة من الليالي عند شيخ الخليلي مرزا حسين الخليلي، وكلاهما أيضا بعد المجدد صاروا من مراجع التقليد. الشيخ الخليلي قبل الفجر بساعتين قعد، وقعد السيد وقال له قوم خلنا نتوضا نروح للحضرة، حرم الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، والإمام العسكري صلوات الله عليه، وهناك سرداب وغيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. قال له باب الصحن مسدود بعده، قال خلنا ما نتوضا ونروح فتحون الباب. قاموا اجوا صلوا النوافل لهم، فتحوا باب الصحن، في صحن الامام الهادي عليه السلام خلف مرقد الامام الهادي اكو باب السرداب المقدس. الشيخ الخليلي قال للسيد خلينا نروح للسرداب المقدس نزور الإمام الحجة صلوات الله عليه، بعدين يصير أذان الصبح نجي في حرم الإمام الهادي عليه السلام صلي فريضة الصبح. ذاك اليوم ذولا طلبة من طلاب العلوم الدينية، من فضلاء الطلبة، السيد قال له باب السرداب هسه مسدود، قال خو ما يخالف من فوق نوقف ونزور. كان ذاك الوقت شباك وأنا لحقت عليه، يقولون هسه ذاك الشباك سادي، فالشباك كان في صحن الإمام الهادي عليه السلام إلى السرداب المقدس. يقول وقف، وقفوا هنا وقاموا يزورون السرداب مطفي. القصة ترجع إلى أكثر من 100 سنة، ذاك اليوم هاي المصابيح الكهربائية ماكو، المصابيح الموجودة يو نفطيات يو شمع يو الأشياء. يقول وقفت، وقفوا يزورون السيد الصادر، قال في أثناء الزيارة كنت أشوف النور مو مثل نور المصابيح، كأنه متنقل أحيانا في داخل السرداب المقدس. بعدين من خلصنا الزيارة يقول كم مرة فركت عيني، يقول شفت أخاف تغوش عيني أخاف مشتم، شفت لا. من خلصنا الزيارة إجينا قلت للشيخ أنا هالشكل شي شفت، أنتو هم شفتوا؟ الشيخ قال له هذا النور هو اللي قعدني نص الليل من النوم ويجيبني هنا أنا، هذا النور كل يلا أنا أشوفه. هنيئا للي يشوف، اللي ما يشوف ليش ما يشوف؟ هذا لازم يراعي نفسه الإنسان، إذا ما يصلح نفسه الله سبحانه وتعالى لا يصلحها. ودونكم متواتر الروايات، نطلب من الله ذلك، ولكن لازم هم نعمل في هذا السبيل. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة صاحب الأمر صلوات الله عليه
وبعظمة أجداده الطاهرين أن يوفقنا لاستجابة دعواتنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل المكارم للعارفين، ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. صلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين. كسى الخلق نفسا جلال اليقين، فجل